كل ما الانسان تخلى عن شيء من منظومه القيم هو مش هيعلمها اللي قدامه ويمارسها لنفسه، هيجي مكانها خلق ذميم والعياذ بالله. ليه؟ لانك انت سايب فراغ في هذا الامر. فعشان كده بنقول اني وانا عاوز الين الامور، عاوز النهارده يعني حاجه ايه يعني مبادره نعملها كده، احنا ممكن نلين العلاقه بين الزوجين بحاجتين مهمين. نعم. غير الابتسام بقى وغير المساعده، حاجتين. ان انا اخلي في ذكر في البيت شويه. لان ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الله يفتح الحلقه. البيت اللي يقرا فيه القران طبعا. ولا يقرا كمثل طبعا. البيت الخرب وده البيت العامر. نعم. بايه؟ بالذكر، بالقران، بذكر، بالصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه عاوز اقول ودي مهمه جدا، عاوزك ولو قل الامر تطلع صدقه. نعم. طلع صدقه عن ان ايه؟ بنيه. وده سؤال بقى، هو ينفع اطلع صدقه بنيه حاجه غرض دنيوي؟ اقول له ايه هو يا مولانا؟ اقول له ان ربنا يعمر ما بين زوجتي او بين زوجي، ان ربنا يجعل البيت هادئ ويصلح حال الاولاد وان ربنا يوفر لنا الوقت ويجعلنا نستخدم الوقت في الاستخدام الامثل مع خاصه السوشيال ميديا وغيرها من الايه؟ من الادوات. يبقى هنا الصدقه هوجهها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السوشيال ميديا دي ان لم تستخدمها صح تبقى مرض. السوشيال ميديا، عفوا بقى في السؤال ممكن يعني اعذرني لجنبي، يعني انا بعتبرها برضو هي من الفتن طبعا. يعني هي من المفتنات اللي ممكن تؤثر، يعني هي فيها سلاح ذو حدين، ولكن احنا دايما الناس كلها بتستخدم او بتميل للسلاح يعني السلبي او اللي هو ممكن يضر. فهل يعني ازاي الناس برضو زي ما حضرتك تفضلت ربنا يبارك فيك، ان انا ادرأ الفتن او المعاصي دي بان انا اطلع صدقه، يكون في ذكر، استخدم بقى اكون انا المتحكم طبعا في ان انا بشوف ايه او بتابع ايه او بعمل ايه. ما هو خلي بال حضرتك ان الفتن دي مش في الشر بس، ده الانسان جاي في الدنيا كده عشان يبتلى. صحيح. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، والاثنين. فانت جاي لك السوشيال ميديا دي وهي حاجه من اثنين، يا تبقى خير يا تبقى شر. مين اللي يخليها كده وكده؟ استخدام الانسان. فانا هستخدمها استخدام حسن، هتبقى انت بتوليد بشيء وخليته خير خلاص جميل. انما الانسان ما يستخدموش استخدام كويس ينقلب، يبقى فتنه وفتنه بالشر، مش فتنه بالخير طبعا. بقى فتنه بالشر، يبقى اتنين. يبقى عندنا فتنه بس بالخير، حاجه حلوه اهو بس مفتونين بيها. نعم. وحاجه وحشه ومفتونين بيها كمان. احنا دلوقتي كتير بيقدموا ان احنا الحاجه الوحشه ومفتونين بيها. فنقول لهم طب حاجتين وحشين فتنه وشر كمان. فانا عاوز نجرها ناحيه الخير. لما نشكر ربنا على كده هيحول لنا الاداه اللي في ايدينا دي السوشيال ميديا لاستخدام حسن. فعشان كده بنقول السوشيال ميديا ده شيء مهم قوي في العصر، ومش نتخلى عنه، انما لاستخدامه خلي بالك. بقول للزوج والزوجه، اي استخدام لاي وسيله انت محاسب امام الله عز وجل على هذا الاستخدام. انا بس بقول حته مهمه قوي، ان لما جه ربنا سبحانه وتعالى بيسالك على عنصر الوقت، انت هتفنيه في ايه؟ صحيح. لو انا قلت له انا كنت قدام السوشيال ميديا او الفيسبوك او التويتر او شيمين، وقلت له انا كنت مع زوجتي بكلمها او بعلم ابني كذا، او قاعد بذكر او قاعد بطلع صدقه او بنفع واحد، يسالك هنا، يبقى لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. ايه راس ماله بقى اول حاجه؟ عن عمره فيما افناه. انت عملت ايه في الوقت ده كله؟ الثواني، الدقائق، عملت فيها ايه؟ بيسالك عن كل حاجه. ليه؟ لان اثمن ما تملكه هو هذا العمر، عمر الانسان. فانت استخدمته في ايه؟ فلو قلت له ان انا استخدمته مع زوجتي في البيت، او مع ابني، او مع بنتي، او استخدمته في الذكر، او في الطاعه، او في او نفع الناس. مش عاوزين نخلي العبادات بس ايه؟ الشعائر، ده جميل. فلما اقول له كده، لذلك بقول خلي حياتك خلطها من طاعة لطاعة. نعم. فعشان كده